نؤيد هذه العقوبات وذلك للحد من التدخلات الإيرانية في المنطقة في كثير من الدول وتورطها في دعم في إثارة الفوضى ودعم الجماعات المسلحة في كثير من الدول سوريا إلى لبنان إلى اليمن إلى العراق. أصبحت إيران الآن تتدخل في شؤون الدول متورطة تورط رسمي وبشكل واضح بدعم الجماعات المسلحة الذي تسعى دائما إلى زعزعة الأمن والاستقرار في كثير من الدول. الواضح أن العقوبات الأمريكية على دولة إيران أو الميليشيات الإيرانية في المنطقة بشكل عام ستأتي أكلها وستقوض هذا النفوذ من خلال تعزيز قوة وأمن إقليمي الدول العربية من الخليج إلى اليمن. هذا الانعكاس الإيجابي في الأيام القادمة ستظهر مفاعله من خلال تقويض ميليشيات الحوثي وجنوح ميليشيات الحوثي إلى طاولة السلام من خلال اكتمال معارك تحرير الحديدة. هذا النفوذ الإيراني الذي تغول في الأيام السابقة من خلال شركات وهمية المد الميليشيات الحوثية في اليمن سنرى مفاعله من خلال تقويض هذا الجموح والسيطرة على ميناء الحديدة. بالتالي هناك أمن وسلام واستقرار في اليمن من خلال الأيام القادمة. السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط الآن تستند إلى محور رئيسي هو عملية احتواء إيران، ولذلك من ضمن هذه السياسة كانت عملية فرض عقوبات، سلسلة من العقوبات من طرف واحد من طرف الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الضغط على إيران لإجبارها على العودة للتفاوض من جديد بشأن ملف الأسلحة أو البرنامج النووي الإيراني ومن ثم برنامج الصواريخ، وأيضا تسعى الولايات المتحدة من ذلك إلى تقويض النفوذ الإيراني في منطقة العربية وخصوصا في منطقة الخليج وسوريا. احنا كعراقيين جربنا شنو العقوبات من 1990 إلى 2003 وعانينا ما عانينا من حصار من قلة الغذاء والأدوية إلى آخره، وبالتالي المعاناة اللي احنا مرينا بها ما نحب حتى يعني أي جار من 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 جار من مجاور العراق ما نحب لهاي المعاناة. وبالتالي الجمهورية الإسلامية حال جيران الآخرين للعراق، وطبعا أنا ضد هذه العقوبات قلبا وقالبا، يعني لأنه راح تصب ضد مصلحة الشعب الإيراني. هي مرة أمريكا من راح تعاقب ما تعاقب كنظام، يعني من عاقبتنا بالتسعينات ما عاقبت النظام العراقي، عاقبت الشعب العراقي، وبالتالي هي راح تكون ضد مصلحة الشعب الإيراني. وبالتالي هو شعب جار ومسلم إنه وإلى وقفات حقيقة، وبالتالي أنا ضد هذه العقوبات.